هذه البلديه هي اللي عندنا بكثره هنا في الجبل. ها شوف الا ما رديتش البال رجع كل خبز شوف كل عمره شوف. السلام عليكم الحبايب ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ نتمنى من الله دائما تكونوا على خير وبخير والصحه مزيانه يا ربي. حنا هذا النهار طالعين للحومه نجنيو الهنديه ان شاء الله يا ربي. وعندنا هو معكم ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم الاخوه الاخوات المتتبعين ديالنا في الوطن خارج الوطن، تبارك الله عليكم، كل شيء بخير، الامور هانيه، نطلبوا الله ديما نكونوا بصحه جيده. كما قال هذا الصباح حنان غنطلعوا نجيبوا الهنديه ان شاء الله من الحومه من الدوار ديالنا، لان احنا هنا ما عندناش الهنديه، عندنا الهنديه ولكن صغيره. الحومه الهنديه عندنا تبارك الله يا ربي موجوده، غنلقاو شي دوره تما الحومه ونجيبوا الهنديه ونهودوا. الجنايه هي هذه، هذه هي الجنايه، وعندنا واحد الجنايه اخرى قصيره تما، هذا على الصنع ديالنا، صاحبنا احنا بيدنا هنا في الدار. يعني على القصبه، هذه القصبه. قصبه فتحها على ثلاثه، تفتح على ثلاثه، لقينا واحد القشره هنا في الوسط، باش تدخل الهنديه تما سموها الجنايه. باش تدخل الهنديه هنا، تدخل الهنديه هنا والدوار ها هي مجنيه، هادشي اللي كاين. فتوكلوا على الله حنان وبنمشيو، والمشاهدين ديالنا تاهما يمشيو معنا، عاوتاني نوريوهم الحومه. خليوهم معنا. اييه يمشوا معنا يشوفوا الحومه، الدوار ديالنا بنقول ما سقط الراس. ثم طالعين ان شاء الله الصبح. ان شاء الله يا رب. بسم الله. على بركة الله. أربعة ذي الخلفاء ملكما الحباب كلهم في بني زروان هذا العار عليكم. الله، هذه الهندية ديالنا يا هذه الهندية أخرى كاينة عندنا الفوق، مش عارف نطلعوا ليها. هذه هدايا قديم الوالد مسكين الله يرحمه، يجي يريح هنا، يجي من الدار ويجي لهنا ويطلق شي حسين هنا نعم سيدي وشي هاي دورة ويريح مع راسه هنايا. كان عجبوه الكوسه تاعنا عاوتاني موراها وشحال بقيت نجلس هنا، يجي من الدار ويريح هنايا الحيلة يريح أليز، يعني الحيلة شوية كالمة كذا وخا بلاصة غادي وسط الحومة، السونتر ديال الحومة هو فين دابا حنايا، هذا هو السونتر ديال الحومة. هذا موجودة. موجودة الهندية. موجودة، كان موجود. يلا على بركة الله، شوف أنت لابس لي وأنا ما نشطر. نجيبوا الشطابه نشطبوا بها الهنديه، الشطابه الدفله. نجيبوا الشطابه الدفله نشطب بها الهنديه، لان الهنديه اصلا يكون فيها الشوك بزاف. اذا خاصنا حنان نجني وانا اشطب. فيها الشوك خاصها تشطب مزيان. تشطب مزيان ابري تغسل بالماء. هذه الهنديه البلديه. باش نقولوها للمشاهدين وقيل ما قلنا نمشي على الهضره. الهنديه هذه البلديه ماشي الروميه. هذه البلديه هي اللي عندنا بكثره هنا في الجبل. عندنا الهنديه البلديه بزاف. خلاص كاينه الروميه. ولكن بقات عاد بقات تدخل المنطقه ديالنا، لان يعني الروميه كانت في النواحي التكتامه في النواحي الحسيمه تما كاين الروميه بزاف، اساقن هذه كيف كاين الروميه بزاف، ولكن ما فيهاش الشوك بزاف يا خالد هذه الروميه. لا فيها الشوك، ولكن الروميه الفرق بينه وبين البلديه انها الاخرى طيب شهر 9 او شهر 10 حتى شهر 9 قول فهمت ولا فوق شهر 8 عاد طيب. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه ديك الهنديه هذه على صبار مثلا فرضنا ديك الهنديه هذه الحراره بالمقارنه مع البلديه لا لا لا، ولكن هي اصلا طيبه حنا في البروده. اصبر لا اصبر فهمني اصبر للتوقيت. مثلا مثلا عبينا سطال ديال الهنديه روميه سافرنا به يقدر يضرب 10 ايام يبقى مزيان. البلديه لا، البلديه عندها نهار نهار الثاني يبقى نقص فهمتني. البلديه لا ما تصبرش، الا خرا مثلا تصبر 10 ايام مجنيه وتبع في المدينه في الكراراس وهذه فهذه تبقى صابره. هذه ما تصبرش بزاف. ايوا هذه خاصها تجنيها وذاك لا، هذه هي الحقيقة. غنمشي نجيب واحد الشطاب. هذه هي نقولها الدفلة الرومية، الدفلة الرومية. أي شطابة يمكن يشطب بها القصاب، الخشب، أي حاجة، ولكن هذه أحسن، هذه خضرة أحسن.
هذه الدفله الروميه نمشيو نشطوها الهنديه باش نعمروها في السطح. دابا حنا الهنديه نشطوها بطريقه هذه، نشطوها بحال هذه، نشطوا الهنديه باش ما يبقاش فيها هذيك الشوك. عاب الحبات خمسه الحبات سته سبعه ما نعطيش بزاف. ها ها باش ما يبقاش فيها الشوك باش نهزوها بسهوله نقوها في السطال بحال هكا. وابري نغسلوها ضروري. الهنديه ديما التكل بارده، الهنديه ما تكلش سخونه. دابا حنا شطبنا لقيناهم، عاود نعزلوا شي سته الحبات اخرين عاود نشطبوهم. لكن بيني وبينكم حنان زرعت لي الدنيا بالهنديه. الله يعطيك الصحه اللي خدام شطب انتينا عاقد. حنا ما شطبوهاش اللي جنى. تبارك الله الهندية موجودة، ولكن باقي ما قيسناها أول مرة، غنجنيوها أول مرة، غنقيسوها ونشوفوها واش حلوة. راه لا حلوة لا ما حلوةش، ولكن الشوك إلا ما رديتش البال رجع كل قبل الشوك، كل عامر الشوك، نجني بالجناية طويلة نجني بها باش ما نعمر فيه الشوك. احنا تبارك الله عمرنا يتم سطال، وهذا قريب يعمر. حنان خرجت لهنا لبرا، خرجت الجهة لبرا عاوتاني قطع من تما، واخا باقي هنا قالت بلا شي هندية. هادشي العيالات راه يعرفوا الهندية فين كاينة مزيانة، قالت لي راه كاين شي هندية من برا مزيانة. وتسير وحنا ها من درار يلا نمشيو نشوفوها برا. لا بارك الله ما زيدتش. هذه اللي معطرك فيه شويه ايوا. تبارك الله الهنديه هنا موجوده، احنا دائما باش ما تطيب الهنديه تجيو لهنا نعبيوها. واحد القضيه بغينا نقولها للمشاهدين، القضيه الهنديه عندنا احنا الهنديه هنايا في البلاد، اللي بغى يجني الهنديه يجي الهنديه، ما كاينش يدبني هالهنديه ولا ماشي يدبني هذه. عندنا الهنديه بحال عندك الهنديه بحال ما عندك شيء. امشي هذا يجني الهنديه هذا وهذه يجني الهنديه هذا، ما كاينش المشكل في الهنديه. اللي جنى الهنديه بصحته راه باقي الزيتون او سلاغوا او هذه او هذه كل حاجه واحد ديالو. ولكن بالنسبه للهنديه اللي بغى يجني الهنديه يعبي السطال ديالو يمشي يجني الهنديه صافي. هادشي اللي كاين. ولكن حنا بالنسبه لنا الهنديه هذه راه ديالنا الحقيقه، الهنديه هذه تما راه الوالد الله يرحمه يعني ديالنا حنايا. هادشي اللي كاين. لا حنا لا زيدتها جا وسطوا له، حنا قادرين دابا نكلوها جا وسطوا له حنا. لا ها بما اننا حنا بعادين نجي نعبو خرب. دابا حنا بعادين نلعبو جا وسطوا له تما على حساب البول. دابا بنادم بيع يعني واحد 20 حبه 15 حبه براك صافي. انا براسي نكون اربع حبات خمسه حبات عاد ندخلوها تما في البيت نكبوا لها شويه الماء ونكشوها صافي. باقي ما قيس الهنديه اللعب تاعنا ويا حنا نقولوا يعني باقي ما قسناها حنا مره. ايه صافي حنا ما زيدتي تاع حبه، حبه واحده ما تزيدهاش صافي. واش وصلوا عمرناها الله يخليك البركه الله يخليك صافي صافي. ما زيدتي تاع حبه واحده الله يبارك فيك. وراه تشطيبي عي بيني وبينك عي عي وخاصة خاصها بالقاعده لا ماشي بالشوك. لا نعرف عندي لا سبيسياليتي تشطب ضربها عيثا ورجع عيثا ضربها عيثا رجع عيثا ما يبقاش فيها اضرب بالشوك. يعطيك الصحه اللهم امين. هي شطابه جبتها جديده دفنت كاش ولا قوه الضربه قوه الطير هذا الضرب الواحد. اييه انا انتينا ما بقى لنا فين نزيدو. ها واش قلت لك انا بارك وانت تبارك الله عملنا جوج طول. ها جبنا معنا الماء ديالنا، جبنا الماء باش قلنا باش نغسلوا شويه الهنديه باش نقيسوا شي جاو الحبات نقيسوهم هنا في الحومه باش نعرفوها تاع حلوه تاعنا. كب عليا حنا بسم الله على بركه الله افتح ديك كوب بارك بارك. الصفرا ديالنا بالمسائل شغل مقوم
القصة حنان. بسم الله. بسم الله وبركة الله. أمندرا. يا سلام حلوة. حلوة. مال. أبلتي. لا أخليك أخليك. لا لا ماشي مشكلة أخليك. أنا نشوف واش عندي شي زهرة أنايا. الشجرة حافية مسكينة ولا ماشي مشكل. بسم الله. حلوة واعر. أيوا روح دي حلوة. حلوة خايدي. هندية حلوة. واعرة ولكن ما بردش. هاي لا ما خصهاش يتكل ما بردش. يعني بدا بدا سخون. دابا وقت الصباح هذا دابا يلاه 9 الصباح ما كملاش ولكن الهنديه باش نشاي شنو بكري بكري باش يطيه روحها برده. وتا هذه دابا خصها تلقى في الثلاجه تبرد. الله يودي تبرد دي ساعات الهنديه ابدا واش تكل سخونه. عندنا الهنديه البلديه ما تكلش سخونه وما تكلش قبل ما يفطر الانسان. خاصها تفطر عاد تاكل الهنديه شويه او مثلا يتغدى بقوه شويه عاوتاني تاكل الهنديه. يعني بمثابه الدسه يعني ما خصهاش ياكل على الخوه. الهنديه راه نروح جا الاسطوره ديالنا عمرناها صافي الله يخلف له جعبه. مع راسنا هنايا راح شويه نسترحوا مع راسنا وهذيك ساعات نجيبوا البغله نقبعوا الصابلين ديالنا ونشدوا الطريق. هادشي اللي كاين. واه انا راه ديك الصوره صافي سالينا جنينا الهنديه نشوف حنا الدار ديالنا. هادشي اللي كاين. وي مشمش. شتي اخوان اخوات المتتبعين في الوطن خارج الوطن. الفيديو ديالنا ظهر الصباح كما قلت ديما حنان سنينه جنينه الهنديه وماشي بحنا يسخر الله ما بقنا الا ودع المشاهدين ديالنا حنا يلا الحبايب ديالنا. الفيديو ديالنا هو هذا هذا النهار. نتمنى من الله يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي وفي احسن الظروف. ايوا ونطلبوا الله في شي غربيه ان شاء الله يا ربي ونطلبوا الله في التيسير للجامع. آمين. الهنديه حنا جنيناها ونمشيو للدار نغسلوها نبردوها ونأكلوها ولكن شويه الهنديه حنا ما ناكلوهاش بزاف. عاشي حبات اربع حبات خمسه سته هاد الحساب. وي وديما وديما مورا الماكله وتكون بارده. هذه مساله بلا ما نذكروا عليها ما تكونش سخون. اخوان اخوات المتتبعين في الوطن خارج الوطن تبارك الله عليكم هلاونا في راسكم. نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم. تلقاو فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.